لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، ما زلنا في رياض قصص الأنبياء، وضيفنا في هذه الحلقة المباركة هو نبي من أنبياء الله المباركين، هو نبي الله شعيب. فشعيب أحبة الكرام هو يعتبر من الأنبياء العرب، وبعث إلى قوم مدين، وتقع مدين بين مكة وفلسطين، ولقب بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته وقوة كلمته صلى الله عليه وسلم. ومن الله على قومه بنعم عدة، حيث كانوا قلة فكثرهم الله عز وجل، وجاء ذلك في القرآن الكريم، قال سبحانه: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. ومن حيث الرزق كانوا فقراء فأغناهم الله عز وجل وفسح عليهم وفتح عليهم من خيرات الأرض، لكنهم ومع الأسف قابلوا ذلك بالعناد والكفر والجحود وبتطفيف الميزان، حيث عرف قوم نبي الله شعيب بعدم القسط وعدم العدل في الميزان. فدعاهم عليه السلام إلى أن يتقوا الله تعالى وأن يعدلوا في موازينهم وأن يخافوا الله تعالى في ذلك، فزجروه ونهروه وأعرضوا عنه، ففارقهم وذهب إلى مكة رفقة قومه الذين آمنوا به وأهله، وعاش هناك إلى أن توفاه الله تعالى. وقد كانوا يعبدون واحد شجرة اسمها شجرة الأيك، ولذلك سموا في القرآن الكريم بأصحاب ليكة، بأصحاب ليكة نسبة إلى الشجرة التي عبدوها، أي قوم شعيب. فقلت على أن سيدنا شعيب دعاهم إلى عبادة الله تعالى ورفضوا، فعقبهم الله عز وجل بأن أرسل إليهم سحابة باردة يعني طيبة، فاجتمعوا جميعا تحتها يستظلون. وبعدما اجتمعوا جميعا أمر الله تعالى أن تكون تلك السحابة هي الوبال عليهم، وهي الحسرة، وهي الجزاء الأليم الذي ينتظرهم. فأطبقت عليهم تلك السحابة فدمرهم الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: فكذبوه، أي سيدنا شعيب، فأخذهم عذاب يوم الظلة، أي تلك السحابة التي كانوا يستدلون بها، إنه كان عذاب يوم عظيم. الدرس المستفاد أحبتي الكرام من هذه القصة، قصة نبي الله شعيب مع قومه، هو العدل في التعامل، العدل في علاقتنا مع الله عز وجل، العدل في علاقتنا فيما بيننا، وأن نقسط الميزان، وأن لا نكون من الذين يطففون الميزان ويطففون المكيال. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من العادلين المقسطين، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.